حصل مركز الخدمة التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمدينة عيسى على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم في دورته الثالثة، حيث أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن هذا الفوز يأتي نتيجة تبني وزارة الداخلية للعديد من المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة ومواصلة تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين. من جانبه أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بالإنجاز الذي حققه مركز الخدمة التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وبالجهود المبذولة من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء. توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه في تطوير العمل الحكومي والمراكز نلاحظ اليوم نتائجها. هذا اليوم طبعا مركز ذهبي، مثل ما نعرف كان هناك يعني شكاوي في السابق على المركز السابق اللي كان موجود في المنامة. توجيهات معالي وزير الداخلية تم إنشاء هذا المكان، مكان طبعا راقي ممتاز مرتب يحقق كل معايير التقييم، حصل على الفئة الذهبية من المراكز المتميزة اللي عندنا طبعا على كبير من المراكز. لله الحمد وصل اليوم عدد نسبة المراكز اللي حققت التميز فوق 90%، تقريبا 56% من المراكز الحكومية. احنا فخورين اليوم بالفوز بدرع التميز الحكومي في مركزين الخدمات. طبعا اليوم احنا علقنا الدرع على مركز مدينة عيسى، هذه فخر لنا جميع موظفين شؤون الجنسية والجوازات. ولا شك ان اهتمام ودعم وتكريم صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له الأثر الكبير في نفوس جميع موظفين، وهو الدافع لنا للتميز والعمل دائما في خدمة المواطنين والمقيمين.